شاركت فيها. تزامناً مع ذكرى اعتقال القائد عبد الله أوجلان، يأتي انطلاق النسخة السادسة من كتاب منفست الحضارة الديمقراطية في محاولة لإظهار أفكاره التي باتت مكبلة بين الجدران. اليوم في ذكرى بدء المؤامرة الدولية على عبد الله أوجلان، والتي انتهت باعتقاله والقبض عليه واعتقاله، وهو الآن منذ ما يقرب من 25 عاماً في جزيرة إمرالي في المعتقل وحيدا، أصدرنا الطبعة السادسة من منفستو الحضارة الديمقراطية، والذي أعتبر أنه هو يعني عمل موسوعي فكري فلسفي سياسي اجتماعي، يعني في جميع الجوانب هو يعالج القضايا الإنسانية ويحللها ويرجع إلى أصولها، ويعلي كما قلت من قبل من قيمة الإنسان كإنسان وليس لقوميته أو لدينه أو لجنسه. هذه النظرية التي قدمها عبد الله أوجلان للإنسانية صالحة للتطبيق، وبالفعل تم تطبيقها على أرض الواقع في شمال وشرق سوريا. الجميع يعيش مع بعض في تعايش سلمي من مختلف القوميات والإثنيات والمذهبيات والمذاهب والأجناس، وأيضا الجميع يشارك في الحكم، يشارك في حكم وإدارة المنطقة التي يعيش عليها دون إقصاء من طرف لطرف آخر. أوضح الحضور أن الفكرة الرئيسية للكتاب تدور حول إظهار القضية الكردية وإيصالها للعالم بشكل أكثر اتساعاً، إضافة إلى مناقشة القضايا المختلفة للمنطقة العربية. أهمية مثل هذه الفعاليات إنها بتذكر إن بالجريمة والجريمة اللي تم تشارك فيها، وفي كل مرة انت مش بس بتذكر، انت بتشير على العدو اللي هو مش بس عدو لعبد الله أوجلان، لا هو عدو للشعوب الطواقة للحرية، عدو للشعوب الساعية للسلام، هو عدو ليها. فكل القوى اللي شاركت هي بالتأكيد في المحصلة عدو كده. فدي أهمية إن نحن كل عام أو كل في الذكرى إن بنذكر، وهذا والفعالية دي بتأتي ضمن عديد من الفعاليات شاركت فيها المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان، وهي دي تأتي في هذا الإطار إن تم إصدار بيان استنكار، وأيضا هذه الفعالية، وأيضا سيصدر كتاب يتزامن مع ذكرى اعتقاله. سلط هذا الكتاب الضوء على إطلاق الديمقراطية في المنطقة العربية بأكملها، بالإضافة إلى الاطلاع على الحقوق الكردية وإظهارها للدول العربية. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.